سينا طوسي كبير باحثين في مركز السياسة الدولية في واشنطن. هل الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيرات تصعيد استراتيجي في الشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة على شفا صراع كبير؟ هذه الهجمات في جانب منها تسعى لإظهار قدرات إيران العسكرية، حيث أن المصادر الإيرانية تتحدث عن كون الهجوم على محافظة إدلب في سوريا تم بأكثر صواريخ بعيدة المدى في تاريخ إيران. وفي ذلك رسالة أيضا من طهران إلى إسرائيل، لأن المسافة بين إيران وإسرائيل هي تقريبا 1200 كيلومتر. من خلال اختيارها هذا المدى تكون إيران قد أظهرت استعدادها لضرب إسرائيل بشكل مباشر في حال اندلاع صراع. مارك ديبويتز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: الشكر للقيادة المركزية الأمريكية التي على عكس الرئيس بايدن تسمي العدو باسمه جمهورية إيران الإسلامية، ولا تخشى أن تقول ذلك. إذا لم تتمكن من تسمية عدوك فلن تتمكن من ردعه أو هزيمته. تشارلز ليستر كبير باحثين في معهد الشرق الأوسط في واشنطن: لقد تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا ل 154 هجوماً منذ 17 من أكتوبر تشرين أول المنصرم لغاية الآن. من الواضح أن وكلاء إيران في سوريا والعراق لم يردعوا بعد، وربما يكونون في خضم تصعيد الموقف. سيكون المفتاح هو إذا ومتى سيقومون بنشر أنظمة صواريخ أكثر قدرة. آدم كريدو صحفي أمريكي: بايدن يخفف من تصنيف الحوثيين كإرهابيين عبر إلقاء طعم لهم. تستخدم الإدارة الأمريكية تصنيفاً أضعف لا يجرم دعم هذه الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران، ولا يجبر البنوك على الاستيلاء على أصولها. لا يزال بإمكان الحوثيين السفر إلى الولايات المتحدة. جوردن تشانغ كاتب أمريكي: لماذا نهتم إذا قامت عدوتنا إيران بمهاجمة باكستان صديقة الصين؟ لأن الهجوم علامة على انهيار النظام الدولي، وأن الجهات الفاعلة السيئة تشعر الآن أنها تستطيع أن تفعل ما تريد. المحطة التالية هي الحرب العالمية الثالثة، لأن الردع قد فشل بالفعل.